هنتكلم مع بعض عن خطأ شائع بيقع فيه مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى على اليوتيوب. مهما كانت قناتك كبيرة او صغيرة، فتأكد ان الخطأ ده هيأثر على قناتك بنسبة 100%، سواء في عدم الاقتراحات او فقدان الثقة بينك وبين جمهورك. هنتكلم مع بعض النهاردة عن الخطأ والاسباب والنتائج والحل. الخطأ ده اللي هيقع فيه مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى الفترة اللي جاية، وخاصة في العيد اللي جاي اللي باقي عليه اكتر من 5 ايام، فلازم تفهم ان حضرتك لازم تركز علشان ما تغلطش غلطة غيرك، لان في ناس بتقرر ان هي تاخد اجازة في الوقت ده مع ان الوقت ده وقت موسم لقناتك. يبقى حضرتك لازم تشتغل على قناتك بخطة. الاسباب اللي بتخلي منشئ المحتوى يشتغل على اليوتيوب بدون خطة، اما افتقاره للمعرفة، مش واخد باله مدى اهمية الخطة الزمنية اللي لازم يشتغل عليها، او هو خايف من الفشل فيبدأ يكثف اكبر عدد ممكن من الفيديوهات، ولما يجيله اي ظروف استثنائية بره يمشي يغيب يأثر على قناته في الاقتراحات، الجمهور يبعد عنه، او في بعض الاحيان قلة الوقت. منشئ المحتوى بيكون عنده وقت قليل جدا، فمش قادر يفهم هو محتاج يظبط عن ايه، فبيشتغل على اليوتيوب بشكل عشوائي، والكلام ده كله بيخلي قناتك بلا هدف، قلة في التنظيم، فقدان التركيز في انشاء المحتوى. حضرتك بتشتغل بشكل عشوائي، مش قادر تركز على اهم البنود اللي قادرة تنقل قناتك من قناة مبتدئة الى قناة كبيرة جدا في المحتوى اللي حضرتك شغال فيه، فبالتالي النتائج بتكون سلبية. انخفاض في المشاهدات، انخفاض في المشتركين، عدم نجاح قناتك، عدم اقتراح فيديوهاتك، وكل ده بسبب غلطة واحدة بس حضرتك مش مدركها. يبقى السبب ان حضرتك بتشتغل على اليوتيوب بدون خطة، فبتبعد عن قناتك في فترة، الفترة دي محتاج انك تكون مهتم بيها، فالنتيجة ان قناتك ما بتزيدش مشاهدات ولا بيزيد مشتركين. الحل بقى ان حضرتك تبدأ تحلل جمهورك. سمعتوا التحليل كتير جدا صح الفترة الاخيرة؟ سمعتوا ان ده واحد فكرة بتكلم كلام موجب 25 للكبار فقط؟ لا، تحليل جمهورك. هل جمهورك بيكون فاضي في الاعياد علشان تبدأ تعمل له محتوى، ولا حضرتك محتاج تاخد الريست ده انك تبعد عن قناتك الفترة دي علشان تبدأ تركز، وفي الفترة دي هتعمل فيديوهات غير مدرجة وتخليها عندك علشان تبدأ تنزلها على الأقل في أيام العيد، يعني فترة مش قليلة، الأربع أيام فترة مش قليلة، خصوصا مع منشئ محتوى بيشتغل بشكل يومي. علشان كده أنت محتاج تحلل المحتوى اللي هتنزله في الأعياد علشان ما تندمش ولا تغلط غلطة غيرك وتنزل أي محتوى ملوش أي 30 لازمة، وتحلل الجمهور بالمحتوى بالمنافس، هو المنافس في الفترة دي هينزل ايه، علشان ابدأ اشوف هل انا هنزل فيديوهات افضل منه، لان المنافسة بتأثر على مشاهداتك. علشان كده انا عايز حضرتك تحط اهداف، خصوصا في فترة العيد انا احط اهداف واستراتيجية محددة، همشي على نمط محدد، هنزل فيديوهين، الفيديوهين دي بتكونوا بيتكلموا عن اهم حاجة رائجة في محتوايا، علشان ابدأ اشد اكبر عدد ممكن من الجمهور في خلال 4 ايام. انا هنجح في خلال 4 ايام، انا هوصل للجمهور، وبعد ال4 ايام اقعد مع نفسي واقيس النتائج واشوف هل انا ماشي صح ولا ماشي غلط، هل انا قدرت اشتغل على اليوتيوب بشكل صح ولا لا. لازم تعرف ان النتائج بتظهر مع حضرتك في خلال 7 ايام وخلال ايام معدودة، مش في نفس الوقت، وعادي جدا ان حضرتك تحط الخطة دي النهاردة وتفضل ماشي عليها اسبوع، في 14 يوم، في شهر كامل، شهرين. النجاح ما بيجيش على اليوتيوب في كن فيكون، النجاح بيحط خطة. عايز اقول لحضرتك ان اي مدرب بيجي يمسك اي قناة جديدة بيبدأ يقولك انا هحط لك بلان ل4 سنين قدام، زي كلوب بتاع ليفربول اول موسم عنده كان صفر، وهكذا جوارديولا
كان صفر. ليه؟ لان هما لسه بيشوفوا ايه اللي بيحصل حواليهم، بيدرس المنافس علشان هو هيعمل ايه، بيدرس السوق، بيدرس المحتوى اللي هيقدمه اللي هو الدوري الانجليزي، بيدرس المحتوى اللي بيدرس الدنيا اللي حواليه، علشان لما يبدا يحط استراتيجيه واهداف ويبدا يشتغل على انماط مختلفه، وقتها يبدا يشوف النتائج ويحقق النجاحات اللي انت ممكن تكون مش متخيلها. هو النجاح على اليوتيوب سهل، سهل لو انت شغال على اليوتيوب كويس، لكن لو انت شغال على اليوتيوب بشكل عشوائي هتفقد نتائج كتير جدا، هتفقد التركيز، هتفقد الوقت ومدى اهميته. يعني انا بكون قاعد كتير جدا مع ناس من منشئين محتوى يبدا يقول لك ايه، انا هرفع الفيديو بكره هيكون عندك الساعه 2. الفيديو بيترفع الساعه 12 بالليل، يعني من 2 ل 12 بالليل الجمهور مستني حضرتك 10 ساعات. انا عارف انك مش بايدك، بس هنا وقتها انت لازم تحط انك ترفع الفيديو قبليها ب 12 ساعة او قبليها بيوم كامل. الناس مش هتفضل كل يوم مستنياك واعذار بقى، معلش اصل انا رجلي وجعاني، معلش اصل انا صبعي وجعني، معلش اصل انا صداع عندي صداع، معلش اصل الانترنت مش شغال، معلش اصل المايك ما كانش بيجيب صوت، صوت فين لا انا اللي كاتم، معلش. اللي هو حضرتك لازم تلاقي حجة، الحجة دي هتلاقيها موجودة موجودة. انت على فكرة سهل جدا انك تجيب حجة لجمهورك، وسهل جدا ان انا منزلش لحضرتك فيديو، وسهل جدا، بس خد بالك السهولية دي كلها بتأثر على النتيجة، بتأثر على نتيجتك في الاخر، بتأثر على احصائياتك في الاخر. تحليلك للمنافس مش عيب، ولا تحليلك للجمهور عيب، ولا تحليلك لمحتواك عيب، ولا تحديد اهداف عيب، ولا توضع استراتيجية عيب. ده حضرتك ممكن تمسك ورقة وقلم وتبدأ تحدد انت محتاج ايه، ايه الاخطاء اللي بتقع فيها. على فكرة عادي جدا انا بمسك ورقة وقلم، بمسك ورقة وقلم عشان ابدأ اركز، بمسك ورقة وقلم عشان ابدأ اركز. الفيديو ده جاب 16000 مشاهدة على اليوتيوب، ليه؟ انا ركزت وكتبت كل النقاط المهمة جدا، وبحثت عن كل واحد ودركت مدى اهمية ده، اتكلم فيه كام دقيقة ودي كام دقيقة عشان اعمل فيديو 16 دقيقة ما تحسش انت بالملل، انت متخيل معايا؟ فحضرتك لازم تمشي على خطة، اعمل فيديوهات غير مدرجة في وقت العيد، علشان لو حضرتك عندك اي ظروف وعزومات برة ما تأثرش على قناتك بالسلب. انت مستعد؟ انت لازم دلوقتي تكون مستعد للعيد، انت لازم تعمل فيديوهات غير مدرجة، انت لازم تكون جاهز، انت لازم حرفيا تكون جاهز. منشئ المحتوى الناجح هو اللي يبدأ يجهز فيديوهات من دلوقتي للعيد، علشان ما تمرش بمرحلة المرحلة دي تأثر عليك بالسلب. انا بكلمك قبل العيد بخمس ايام، يعني لو عندك الوزارة هتكون خدت اجازة، في خلال خمس ايام ده تعمل فيديوين او ثلاثة على الاقل للعيد. لو حضرتك بتنزل بشكل يومي مهما كان محتواك اوعى تبعد، حتى لو ما جبتش مشاهدات. لازم تفهم ان حضرتك في الفترة دي تنزل افضل محتوى عندك على قناتك علشان تشد الجمهور، لكن لو ماشي بخطة فلازم تلتزم بيها حتى في الأعياد، والأفضل إنك تنزل المحتوى الرائج اللي الناس كلها بتدور عليه. شكرا للجميع. أنا نفسي جدا إن حضرتك تفهم إن اليوتيوب مش بمزاجك والجمهور مش تحت رحمتك، وإن حضرتك مش هتعمل النتيجة المرادة إلا بالجهد والذكاء، وإنك تلتزم بخطة تمشي عليها. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد بتكلم معاك بشكل مستمر، مش على طرق بس زيادة المشاهدات، ولكن على توعية منشئ المحتوى علشان يبدأ يشتغل على اليوتيوب. اليوتيوب مش في طريقة بتضغط عليها او زر بتضغط عليه يزود مشاهداتك. اليوتيوب ليه عوامل كتير جدا، منهم منشئ المحتوى نفسه يكون عنده شخصية. شكرا.